اهلا بكم فيديو جديد. اخيرا ابل دلوقتي من دقايق قليله اعلنت عن ميعاد الايفنت القادم بتاعها، حاجه غير متوقعه الحقيقه، ومفيش اي مسرب من الناس المشهوره قدر يتوقع الميعاد دوت، ولكنها حاجه ممتازه جدا. فالنهارده بكل بساطه هقول لكم على كل حاجه هتحصل في الايفنت القادم والمنتجات المتوقع ظهورها يوم 18. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل، ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر منتج مستني تشوفه لأبل في الايفنت القادم، وهتلاقوا كمان في الديسكريبشن انستجرام لو عندكم اي اسئله. وخلينا ندخل في الفيديو على طول. عشان نخلي الدنيا ماشيه بشكل منظم وبسيكونس مظبوط، احنا بنتكلم عن منتجين هيتم الاعلان عنهم، او ثلاث منتجات، منتجين من نفس الفئه ومنتج بفئه مختلفه. المنتج الاول وهو الماك بوك برو ال 14 انش وال 16 انش، والحقيقه اللي انتظرناهم بشكل كبير جدا وجايين بمفاجآت مش عارف ازاي قبل ممكن تعملها. اولها تصميم مختلف تماما عن التصميم بتاع الماك بوك برو الحالي 16 انش وال 13 انش، بدليل الارقام. احنا بنتكلم عن ماك بوك جديد كليا مقاس الشاشه بتاعه 14 انش، وكمان البيزل الاسود اللي حوالين الشاشه هيختلف وهيقل شويه عن الاصدارات اللي قبل كده. حتى كمان ارقام الريزولوشن بتاعت كل شاشه سواء ال 14 انش او ال 16 انش هتختلف بالارقام اللي انت شايفها على الشاشه ديت. وكمان الشاشه الريتنا اللي مشهوره بها ابل هتبقى 2x شاربر، يعني هتبقى حد اكتر 2x، وهتبقى الصور ظاهره والتكست افضل كتير من الشاشات اللي قبل كده. مش عارف ممكن نشوف الميني ال اي دي ولا لا، ولكن من وجهه نظري صعب نشوفها في الاجهزه ديت. واهم حاجه في الماك بوك هو المعالج بتاعه. احنا الام 1 عملت ثوره حقيقيه في المعالجات، وكل الشركات وعلى رأسهم مايكروسوفت وباقي الشركات اللي بتصنع لابتوب بدأت تتجه ناحية الارم بيست بروسيسور بالمفهوم بتاع ابل اللي عمل ثورة كبيرة. زي ما قلت هنشوف الجيل الجديد منه اللي هو الام 1 اكس، واللي الرام بتاعته ممكن توصل ل 32 جيجا رام، وديت كانت مشكلة بتقابل الناس اللي اشترت الماك بوك برو 13 انش اللي شغال بالام 1 الحالي. الغريب كمان انه التسريبات بتقولك انه الحاجات ديت هتيجي بكارت ريدر، وكمان هتيجي ب HDMI، وحتى المكان بتاع شحن الماك بوك هيجي بالماك سيف القديم، وقبل هتستغنى عن اليو اس بي تايب سي. فمش عارف بصراحه الحاجات ديت قبل ممكن تعملها ولا لا. احنا تقريبا بنرجع بالزمن 5 سنين، 2015 ايام ما ابل غيرت كل القصص ديت. والمفاجاه كمان ان ابل هتشيل التاتش بار وهترجع للفيزيكال او الزراير الحقيقيه اللي انت بتدوس عليها اللي موجوده في الماك بوك اير. المنتج الثاني كان الاوقع ليه ان احنا نشوفه مع الايفون الجديد في الايفنت بتاع الايفون 13، وهو الجيل الثالث او الايربودز 3 اللي هي العاديه الرخيصه اللي هيحصل فيها شويه اختلافات غريبه جدا. المفروض ان الايربودز 3 ديت الكيس بتاعتها هتبقى شبه البرو، وهي نفسها هتبقى شبه البرو ولكن من غير الحاجات السيليكون اللي بتتدخل لها حسب حجم ودنك او حسب المقاس اللي انت بتستريح له. فهتحصل شويه لخبطه كده في الايربودز 3 ديت، اتمنى ان هي تبقى لصالح المستخدم، ولكن للاسف هي مش هتبقى فيها نويز كانسليشن. يعني الديزاين دوت هيختلف وهيشيلوا منه فيتشر برو اللي هي النويز كانسليشن. هل ممكن الديزاين دوت يؤدي اصلا في حد ذاته انه يعزل شويه من الضجيج والاصوات بتاعه البيئه اللي حواليك، ودوت يخليك مش محتاج نويز كانسليشن قوي؟ فهنشوف القصه ديت بنسبه كبيره، هنشوف الايربودز برو في الايفنت دوت كمان. ودولت اهم ثلاث منتجات ابل هتعلن عنهم ان شاء الله يوم 18 اكتوبر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان تكونوا اول ناس يوصل لكم الايفنت اول ما يخلص، يبقى في ملخص كده بعده، وكمان المنتجات اللي بعد كده اللي ابل هتعلن عنها في الايفنت نعمل عنها ريفيو. قولوا لي رايكم في الكومنتات عن كل الحاجات ديت، واشوفكم في فيديو جديد.